اثبت اثبت. ولذا جاز اجاز الشرع لك في الحرب ان تكذب، يعني انت اسرت عند الكفار وطلبوا منك معلومات عن المسلمين وعن جيش المسلمين، الواجب عليك ماذا؟ الكذب. طب هذا الكذب ماذا سيترتب عليه؟ جاوب يا عمي، خليه صح صح صح. نجاة. أجر. بقول لك أني بحكي لحالي أنا قاعد. خلصنا من هاي الشغلات. ماذا سيترتب عليه في نفسك؟ زوال البلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة انت الان مأسور عند الكفار وبطلبوا منك معلومات عن جيش المسلمين وانت نازل تكذب وتخبي وتضل، شو بده يترتب عليك؟ راح يجلدوك جلدي غرزة على 10 بلاد، راح يعذبوك تعذيب مش راح يصدقك. كيف ما بتعرفش؟ هون احنا نقول لك ثبات، احنا ساعة بنعطيك على الثبات. بتفكر تقول لهم وين جيش المسلمين؟ والله ما بعرف. نزلوا على التعذيب، نزلوا 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 على التعذيب. فكر هيك؟ فهون الثبات مش من اول كف. يا عمي هاي معلوماتي كلها عن المسلمين، جعلهم مطحونين. هون يظهر الإيمان، يظهر الاستقامة. وبصدقك ولا متوقع منك تكرر له كل المعلومات هيك؟ ولا راح يقول لك يا ريت طخك أريح لك، يقول لك بطخك. طب طخني وريحني. ولذا من قواعد الكفار، لا من قواعد الكفار، وهذا مبدأ غير إسلامي طبعا، انه الشخص المأسور ماذا يفعل؟ ولا انت عارفين قواعد كفار ولا قواعد مسلمين؟ لا يقتل. لا حول ولا قوة. من قواعد الكفار احسنت، الانتحار مباشرة اول قاعدة من قواعد الكفار. بقول لك اذا اسرك المحارب مباشرة ايش؟ اقتل حالك. هك ما عليش تعرفوش قواعد الكفار الله يعطيك، بس يعرفوا قواعد المسلمين على الاقل. فبالتالي هذا مبدا غير اسلامي. ليه؟ لانك ما اذا وقعت بين ايديهم سيعذبونك عذابا اليما حتى ياخذوا منك ايش؟ المعلومات. فسهل انه يطخك. طخ ايه طخ يعني ما بعطيك، ببوس راسك طخني وما بطخك وما بده يطخ. بتحب اظافرك اشيلهم بالكماشه ولا بالشاكوش؟ شو بتحب؟ تحب عينك تروح اليمين اول ولا الشمال بالنار؟ تحب ذانك تنخزق اليمين ولا الشمال؟ يكون بده يضربك كف ويقول لك روح مع السلامة، بموتك على درجات. لكنه سيزول هذا البلاء. انت شو قاعد عند مرتك نايم ومبسوط وكذا واجوها ما شفت اشي، ما شفت من البلاء؟ الدين وصلنا بتفكر بسهولة؟ الصحابة ضحوا بالشيء الكثير، ومن بعدهم من العلماء ومن أمة الإسلام حتى وصلنا والحمد لله الدين على طبق من فضة أو على طبق من ذهب. كم مرة أكلت كف في سبيل الله حضرتك؟ كف كف كم كف أكل في سبيل الله؟ واحد يا جماعة طالع من الجامع لاقي شبشب وضايع بطل يصلي، هذا عشبشب شو ماله؟
قال والله ما برجع الجامعة. الأبصر بطل يصلي بالمرة ولا بطل يصلي الجامعة.